عن سائل حمدي مصري ويعمل في الرياض يقول: من علة في تغميض عيني الميت بعد خروج الروح؟ هذا هو السنة، أنه تغمض عيناه كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة رضي الله عنه، وذلك لأجل إزالة تشويه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم أغمض عينيه. فهذا من باب تحسين صورة الميت وأن لا يبقى جاحظ العينين. نعم.